أنا اسمي إيناس ياسين وأنا فنانة بشتغل بعدة وسائط مختلفة. بالأساس بدأت عملي بالأساس كفنانة رسامة بشتغل بالرسم لغاية ما صار في عندي اهتمام كيف الواحد بيقدر يوظف فنون صناعة الصورة في طرح مواضيع أكثر من مجرد صناعة صورة ومحاولة لإنتاج وإعادة تمثيل الواقع. هلأ التغيير هو التغيير جزء من المواضيع اللي أنا بشتغل عليها، والتغيير اللي أنا بشتغل عليه هو التغيير اللي أنا راقبته كتغيير حدث، أو أنا مفترض إنه أنا عم براقب فيه إنه هو عم بيحدث من أواخر الثمانينات لغاية اللحظة يعني الحالية. التغيير هو مرتبط بعدة قوى، يعني مش بس فكرة الخصخصة وجعل الأماكن يعني غير متاحة للناس، هاي واحدة من الروايات اللي هي بتتناول فكرة التغيير. لكن التغيير هو في حد ذاته، وإن كان زي ما أنت بتقرأي إنه هو معالجة لإنتاج صور حزينة عن هذا التغيير، بس هي أيضا حتى هذا التغيير هو في نوع من الجماليات اللي الفنان بيقدر يلقطها وياخدها ويجعلها هي جزء من الموضوع اللي هو بيشتغل عليه. هذا المعرض اسمه مدن براقة، وهذا المعرض بيقدم مجموعة من أعمال تم إنتاجها في عدة مشاريع. كل مشروع كان العنوان العريض له مرتبط بتحولات وتغيرات في علاقة الإنسان مع المكان، سواء كان هذا المكان داخل المدينة أو مدينة عربية مطلة على الساحل زي المدن اللي ذكرتها بهذا المعرض اللي هي الإسكندرية وبيروت، واللي تم استيحاء هدول المدينتين كموضوع للرسم من أيضا ملصق لفيلم أبي فوق الشجرة اللي تم تصويره على سواحل الإسكندرية وبيروت، واللي هو كان الملصق الأخير اللي كان موجود في مبنى سينما الوليد قبل هدمها. فعملية الهدم والتغيير اللي داخل المدينة ربطها بعملية التغيير اللي صارت على المدن العربية أو سواحل المدن العربية زي الإسكندرية وبيروت. ما في رسالة بمعنى إنه المقولة إنه المعرض بده يقول إنه 1 2 3 لازم نعمل، لأنه هذا مش دور الفنان. الصورة هي بتعمل مساهمة في إثراء الحقل البصري، كيف إحنا نتخيل هاي المساحة من خلال الرؤية اللي بيصنعها الفنان. يعني إحنا بنسمع هاي القصص وبنشوف الأخبار وبنشوف القوى الدافعة باتجاه هاي التحولات، والفنان بيقوم إعادة إنتاج صورة مستوحاة من كل هذه القوى اللي هو بيشوف إن هي عم بتغير، والنتيجة المحصلة اللي هو بيشوفها من خلال رؤيته الخاصة. يعني الفنان تحديداً بيواجه هذه الصعوبات، يعني بقدر أقول بالعالم كله، يعني الفنان مهمته مش سهلة إنه هو يقدر يوصل لجمهور، ولكن في نفس الوقت الحاجة لإنتاج الفن أو إنتاج التعبير اللي الفنان بيقوم بإنتاجه بسياقات مختلفة، يعني سواء كان في ظرف بشجع أو ما كان في ظرف بشجع الفنان بضل يشتغل عليها، لأنها هي بتكون حاجة إنه هو لازم يعملها.